أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت على الأرض. الله، اسمع حتى تشوف كلماتها. تأمن بكلماتها؟ سؤالي ليك، تأمني بكلماتها؟ من أكتر الأغاني اللي تعبر عني شخصيا. أقوى واحدة، أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت على الأرض. وأعتقد إنها شخصية كل امرأة عايشة مع نفسها. لطيفة شنية كل الفرفشة والنعنشة والنغنشة دقيقة في لحظة قلبة نكد بعيد عنك. لا لا لا، نكد حلو مش نكد نكد. أنا هاي الغنوة من أكثر الأغاني اللي هي أنا تقريبا، هي صورة ليا، هي مرآة ليا ولكل امرأة صادقة مع نفسها. أيه. ولكل امرأة ما تحبش تبين ضعيفة قدام الناس، لأنه الضعف عمره ما كان سلاح. الضعف لازم الواحد ياخذ منه قوة. يعني عندنا مثل في تونس يقولك ياخذ من الضعف قوة. أيه، انا مع هذا. انا من كثر حبي لهالأغنية نهى، انا عملت مبادرة قويت بها لا يقل عن 200 امرأة ام، لكل الأمهات اللي أرامل، المطلقات اللي ما عندهمش مدخول سند يعولوا بها أولادهم. جبت لهم مكينة خياطة، وجبت لهم ودخلتهم تعلموا خياطة وتفصيل. وهالمبادرة بإذن واحد هذا؟ أحد في مصر. في مصر، في مصر، لكن حتى السيدات اللي جاوا كلهم أنا فرحت بهم وموجودين موثق كله على اليوتيوب شانل عندي، من كل الجنسيات. حلو. جاءوا سيدات سوريات، جاءوا سيدات تونسيات، جاءوا سيدات مصريات من كل المحافظات. أنا أمنيتي بإذن الله أنه هالمبادرة تكون على العالم العربي، لكن اللي وقفنا هو كورونا للأسف. لأني كنت باش نمشي لتونس وباش نعمل هالمبادرة في تونس. ايه؟ لأني أنا مؤمنة مثل ما أمي ربيتنا، كي بابا توفى كل أم لازم تكون هكيك. ربي خلي، ربي يفضل لك امك لطيفة. رح نطلع ملحم بجينا ولا لا؟ دموعك غالين علينا، دموعك غالين. ربي يفضلنا امهاتنا الكل ويرحم اللي توفيوا، لانه مش سهل يا نهى انه ام يكون عندها اولاد وما عندهاش دخل. صح، صعيب برشا. فبالتالي الام لو ما تكونش قويه واثقه في نفسها، طموحه، عندها إيمان بربي كبير، ما تدخلش أولادها في متاهات، تربيهم أحسن تربية، تربيهم على الانتماء، تربيهم على الثقة، تربيهم على إنه عندهم أهداف في حياتهم، هي هذه أقوى أم، هي هذه أقوى واحدة.